آخر حوار مع المحاور الكاتب الكبير الراحل مفيد فوزي مع الدكتورة درية شرف الدين. صناعة الوعي ربما هي أخطر صناعة وأكبر تحدي يواجه أي أمة. وجود حضرتك النهاردة على الشاشة بأمانة بالغة ما فيهاش نوع من المبالغة بيحسسنا بأنه فيه مهارات مصرية موجودة تستطيع أن تخاطب الناس. صناعة الوعي وأعلام المستقبل، السوشيال ميديا خطر أم مساحة للحرية؟ صلتك إيه بما يسمى بالنيو ميديا؟ بخاف منها بكرهها. بدون نضج الوعي نحن نتخلف. علم المستقبليات ليست لنا علاقة به. لماذا لا يحدث هذا؟ المهارات في مصر قلت. المثقفون والكتاب والدور المفقود. الحوار المجتمعي يحط الناس on the spot. قوة إعلام الدولة. بنلف وبندور وبنصل أيضا إلى شيء مهم جدا جدا، هو دور الإعلام في الدولة. مسألة عنوانها الرئيسي قضية الوعي. الحوار الأخير مع الكاتب الكبير مفيد فوزي في حديث العرب من مصر الخميس 7 مساء على قناة مصر الأولى.